مسلم مرادش ايوا هضر مالك كيفاش ايوا هضر شنو كاين راك من دوك التحراميات راه ما كاينش اللي كيعرف قدي انت دابا انت تصوفشتي ما تخلينيش نقول لك ما بقيتيش بحال البنات الناس زعما انت راك مرض راجل ما كيوقفوش الرجاله قدام بيبان ديال الكوميساري كيتغوتوا معاهم مرض الراجل الراجل اللي دخلتيه الحبس عاوتاني دخل الحبس مصيبك على هادي والله العظيم الذي ما كنهضر معاك نقول لي بعد من داك الشهر كيدخل على الحبس يتفرق من ديك البليه زعما دير راسك ما عارفش باللي شدو تيشري الديناميت ديناميت صح وهذا مجرم هذا درس له الحبس حيت ما كيتصيدش في الديناميت حيت كيطلع جيفه ولي تهلا فيك ولي تهلا فيك راه واخد مرا ايوا ملي ما فراسكش كدير هنا اش كندير هنا جابتنا ليلة ديك المرة اللي خدنا ديك زينب هذه يومين باش خرجت من الدار ما عاودتش رجعت صالة انا راه عمري ما نسيت العشرة اللي تعشرت معاك اي حاجة احتاجيتها مع الشاش محامي فلوس طب هنا بسم الله شامين وحنا مخطوبين شامين وحنا مخطوبين كنا بحال العائلة با الله يرحمو بقيت فاروق كان شريك الحاج ملي مات فاروق ولي ولا في بلاصتو حتى باع حقو وحقتو علاش تفارقتو؟ فاروق احتاج الفلوس وبغى يبيع لا 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 المهدي فهمو اش قال علاش تفارقتي انت وبسمة؟ اتفهمناش فهمتوش قبل ما تدخل الحبس السي مهدي بسمة قدمات بيك شكاية ديال التعنيف وهادشي ما طراش غير مرة طرا جوج مرات انا بسمة كنا كنبغيو بعضياتنا بزاف ومرسا كلها عارفة هاد القضية كنا كنتناقشوا بحال كاع الناس كنتناقشوا بعض المرات كنعصب كنضبطش راسي ولكن كنبغيها بزاف هادشي كان قبل ما ندخل الحبس قبل ما تدخل الحبس والمضاربه اللي درتي قدام المسرح وهاد الحيحه اللي نورتي مؤخرا في المرسى هادشي كامل كان زعما شحال هادي ما عرفتش علاش كتبدو لي فهادشي انا ما شنو علاقه هادشي بسمة بالديناميت واش انت اللي قلتي لفاروق يبيع حقه وحق اختو باش يفديها لا انا والحاج عينا فيه باش ما يبيعش انا قاعد اقترحت عليه نسلفوا الفلوس